دي سريعا افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيليه معرض لاعمال الفنان الرائد الراحل جمال السجيني، وده بالتعاون مع قاعه الزمالك للفن احتفاء بمرور 100 عام على ميلاد النحات العظيم. نشاهد. اتفضل يا فندم. افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيليه معرضا للنحات الراحل جمال السجيني في مركز محمود مختار الثقافي، والذي يأتي بالتعاون مع قاعة الزمالك للفن احتفاء بمرور 100 عام على ميلاد الفنان الراحل. لو قعدت اتكلم عن دور جمال السجيني في الفن في مصر ممكن نتكلم ايام وشهور وسنين، لان هو قامة عظيمة، يعني نهض بالحركة التشكيلية، وكان له اسلوب متميز، وكان له اداءات متميزة، وكان له تكنيك متميز، وكان له لا وعصر الحركة التشكيلية، وعمل مدارس له وامتدادات وكده، وده من النحاتين العظام، من نحاتين مصر العظام اللي جابتهم مصر. يعني المعرض اللي احنا نظمناه النهارده في مقسوم جزئين، جزء في متحف محمود مختار، واحنا نفسنا ناس كتير تيجي تشوفه، لان المعرض ده الاعمال اللي مشترك بيها في محمود مختار دي بتمثل فتره تاريخيه. مارس السجيني مجالات النحت والتصوير والنحت البارز والخزف الزخرفي والطرق النحاس، تاركا ارثا كبيرا للفن. هو في مجموعه كبيره من اعمال جدنا موجوده في المتحف الفن الحديث، وفي اسكندريه، وتمثال احمد شوقي موجود في الميدان المساحه، وموجود في تكفى، في اعمال موجوده لجمال السجيني في الحتت العامه المختلفه، ولكن مش بالصوره اللي احنا نحب ان احنا نشوف الاعمال دي معروضه بيها. والنهارده فرصه هايله ان احنا نقدر نبتدي نتعاون مع القطاع الفنون التشكيليه، مع وزاره الثقافه، ان احنا نشوف ازاي نقدر نخلي الاعمال دي كل اولاد مصر يشوفوها في الميادين وفي الاماكن العامه. انا مسؤوليه كامله عن استكمال مسيرته بالطرق المختلفه، وابني انا واختي على اللي والدي عمله واللي جدي عمله واللي والدي عمله، ونكمل المسيره ونكبرها. في مئوياته الاولى يستمر معرض السجيني حتى 8 مايو المقبل في جاليري الزمالك ومتحف محمود مختار، التي قسمت اعمال الفنان الراحل عليهما. محمد محمود، صباح.